إذن حول تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي وزير الأمن الإيراني السابق علي يونسي بشأن اختراق جهاز مخابرات الاحتلال الصهيوني، كل الأجهزة الحكومية الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، أهلا بكم. يعني في حملته الانتخابية حذر الرئيس الإيراني السابق والمرشح في الانتخابات، طبعا المستبعد من الانتخابات الأخيرة، محمود أحمد نجاد، حذر من اختراق الموساد للأجهزة الحكومية الإيرانية، لكن لماذا تعاطت الأجهزة السيادية مع تصريحات نجاد بكل هذا العنف في حينها؟ ما سبب في ذلك أستاذ طارق؟ تحياتي لكم. أهلا بك سيدي الكريم. موضوع الأمن في إيران هو بدأت هذه الفقرة وهذه الفجوة في الأمن يعني منذ انتخابات 2009، حيث كثير من الناشطين والبارزين في الساحة السيادية الإيرانية مثل الوزراء والمسؤولين الكبار ممن كانوا يدعمون السيد موسوي في حملته الانتخابية بدأوا يشككون بنزاهة النظام وبدأوا يبتعدوا من هذا النظام. والفساد المستشري اليوم هو نتيجة تلك الفجوات التي بدأت تخلق وبدأت تبرز وتظهر في الساحة الإيرانية. لذلك لو نرى أن موساد لم يستطع أن يتنفذ ويتغلغل في إيران قبل ذلك، فعندما صرح يونسي وزير الاستخبارات الأسبق عن أن 10 سنوات الأخيرة كانت هي سيئة بالنسبة، إنه هو بالضرورة يؤكد ويشير إلى 12 سنة الماضية منذ هذا الانشقاق الكبير وهذا الانشراح في الساحة الإيرانية. لذلك موساد اليوم متنفذة ومتغلغلة، وهنالك كثير عشرات بل آلاف من هؤلاء يعملون لصالح موساد، ليس لصالح موساد فحسب بل لصالح ضرب النظام ولصالح إسقاط هذا النظام. طيب أستاذ طارق، يعني اليوم وعلى نفس السياق كما تفضلتم أنتم، يعني يصرح علي يونسي نفس التصريح، النظام الإيراني تعاطى مع هذا التصريح بشكل جدي، لكن هنا السؤال، هل تعتقد أن النظام في طهران مخترق فعلا أستاذ طارق؟ يعني منذ أن الحارس الثوري يعني بدأوا بإعلان وتدشين منظومة استخبارات الحرس الثوري الإيرانية، هذه بدأت تعمل بشكل موازي مع وزارة الاستخبارات الأصلية في إيران، لذلك وهي تدعم من قبل الحرس الثوري وبيت الولي الفقيه، فهذا العمل الموازي بدأ يخلق نوع من عدم التنسيق وعدم الاهتمام وعدم الإشراف بالكامل على الوضع الأمني والمنظومة الأمنية بشكل كامل في إيران. لذلك اليوم ما أن هنالك كثير من الأخطاء تحصل عند حماية إيران الأمنية، هنالك 4 منظومات أمنية تعمل في إيران، كلها تريد أن تكون مسؤولة وكلها تريد أن تشرف على كل أمن إيران، فهذا تخلق نوع من عدم التنسيق وعدم إمكانية حماية هذا التوازن وإيجاد هذا التوازن. بالتالي وهذه التصريحات هي بدأت من مراكز كبيرة في قلب النظام، لا يستطيع أحد أن يسكت هؤلاء، لا يستطيع أحد أن يحذف تلك الأصوات الذي تشير وبصراحة إلى وجود ضعف وإلى وجود خلايا نائمة داخل النظام الإيراني. أستاذ طارق، هل تعتقد أن التخبط الذي يعيشه نظام طهران يعود إلى ذلك الاختراق الذي أحدثته الموساد في أجهزته السيادية قبل نحو 2 عامين من الآن، هل تعتقد ذلك؟ لا ليس بالضرورة، موساد تعمل في إيران، أساساً موساد هي من أسست منظمة ساباك الإيرانية في زمن الشاه الإيراني السابق، لذلك موساد تعرف إيران بشكل كامل وتعرف كيف تتعامل مع المنظومة الأمنية الإيرانية ولها إشراف منذ عشرات السنين وليس منذ سنتين. نعم. لكن منذ سنتين استطاعوا أن يكشفوا، أساسا هم غايتهم كانت ضعف البرنامج النووي الإيراني، لذلك العامين الماضيين كانت تعتبر نقطة انعطاف
في تاريخ ضرب موساد للمفاعل الإيرانية وضرب موساد للمنظومة الأمنية الإيرانية، لذلك تبدو بارزة أكثر وتبدو واضحة وتبدو خطيرة أكثر. فهذه الإشكالية هنا، أن البعض يفكر أن هذه السنتين بدأ موساد يعمل. لا، موساد كان يعمل منذ سنوات على الاختراق الأكبر، وما زال مخترق، وحتى يونس أعلن أن هنالك خطر على حياة كثير من الشخصيات السيادية في إيران. من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.